لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني باسم الدعوة السلفية بالإسكندرية نهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، ونبشرهم بقدومه كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشهر، فقال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع المسلمين إلى ما يحب ويرضى من فعل الطاعات التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر من الصيام والقيام وقراءة القرآن وإطعام الطعام، ومن هيئت له أسباب العمرة عليه أن يبادر، فإن العمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا إذا دخلت العشر الأواخر أن يجتهد فيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشمر لها، وعليه أن يلتمس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأن يخرج زكاة فطره، وأن يتجنب ما حرم الله سبحانه وتعالى من القول الزوري والعمل به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزوري والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا يشمل الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة، وعلى رأس ذلك يعني مشاهدة المسلسلات والأفلام والفوازير والمسرحيات، وإطلاق البصر في النظر إلى النساء، وسماع الأغاني والموسيقى، وقول الفاحش من السباب واللعن وغير ذلك من الأشياء كالغيبة والنميمة والكذب، وكذلك الغش وتطفيف الميزان والنصب والاحتيال والرشوة، والفطر على المحرمات كالفطر على الدخان والمسكرات والمخدرات وغير ذلك. على الإنسان أن يتجنب ذلك في رمضان وفي غير رمضان، لكن في هذا الشهر آكد أن الله سبحانه وتعالى كما يرفع الدرجات ويضاعفها، فأيضا الذنوب تتضاعف بشرف الزمان وشرف المكان وشرف العامل. وعلينا أن نهيئ أنفسنا لدحر الموانع التي تعوقنا عن فعل هذه الطاعات، وأول ذلك المعاصي، فإنها حجاب سميك يمنع القلب من الشعور بلذة الطاعة والعبادة أو الاندفاع إليها وفعلها والمسابقة والمسارعة. فهذا يحتاج أن الإنسان أن يزيل هذا الحجاب السميك، وهو الران الذي يكون على قلبي، وذلك بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والمبادرة إلى الاستغفار والعزم الأكيد على إعمار رمضان بفعل الطاعات وترك المعاصي والمنهيات، وأن يحصل المسلم ثمرة هذا الصيام من تقوى الله سبحانه وتعالى التي هي وقاية من النار، بأن يجعل بينه وبين النار حجابا واقيا له من النار. وهذا ثمرة من ثمرات الصيام. وكذلك أن يحقق الإنسان الإخلاص في هذه العبادة، وأن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، فيترك يعني مكروهات الصيام ويتجنب الأمور التي قد تبطل صيامه. وعليه الإنسان أن يبادر إلى تعلم الأحكام التي تجنبه الوقوع في الأخطاء في هذه العبادة الشريفة التي حل يعني يومها وشهرها.
ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الشريفة الكريمة الفاضلة أن يغني المسلمين من فضله، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان في فلسطين المحتلة، وأن يطهر مسجده الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير، وأن ينصر الله سبحانه وتعالى أهل السنة في سوريا، وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأن يبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء، وأن يهلك الله سبحانه وتعالى عدوهم، وأن يرينا فيهم آية من عجائب آيات قدرته، وأن يطعم الله سبحانه وتعالى المسلمين من جوع، وأن يؤمنهم من خوف، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين من أهل السنة في العراق خاصة في الفلوجة، وأن يفك الله سبحانه وتعالى عنها الحصار، وأن يجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأن يمكن الله سبحانه وتعالى لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأن ينصرهم الله سبحانه وتعالى على أهل البدع، وأن يزيل الله سبحانه وتعالى الغمة عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني هذا الشهر فاتحة خير على كل أبناء المسلمين، وأن يؤمننا الله سبحانه وتعالى في أوطاننا، وأن يصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى هذا الشهر بداية انطلاقة لشباب المسلمين إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جنة عرضها الأرض والسماوات، ونتمنى التوفيق والإعانة على الطاعة في هذا الشهر لكل المسلمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.